هذا علب طاليان قال لي يا اخويا سلك لي يا اخويا العنابه صبحت تلقى مع الصباب طيب العنابه ها هذا علب معقول معقول والله لو الصباح جاء واحد وصبيبيت جاء عند بنادم قال له شوف لي واحد معقول يهز عليهم السطل ويخويه ها وشوف هذاك راه هو مسخط الاول قلنا له احنا شلاه بياسه انا الخدمه فين ما مشينا نطيحوا احنا اولاد الناس ويرجع له يلا تحيه